وغلاوتك عندي يا كبير. انا اول ما شفت رقمك منور على موبايلي قلبي رفرف من الفرح. امال انا ليه ما بحسش كده لما بكلمك يا طلعت؟ لا ازاي بقى، بس اصل انا كنت عامل موبايلي سايلنس، بس اول ما رقمك رن على الموبايل قلب فايبريشن. بتسيبك بقى من الشويه دول اللي لا بياكلوا ولا بيشربوا معايا. لا بياكلوا ولا بيشربوا، ده كده يموتوا من جوع كبير. طب وانت ارضيك؟ يرضيني ده عشاني برضه كبير. يعني انت دلوقتي جاي عايز تاخد مني بضاعه؟ عم العالم عليا النعمه، انا لو بايدي لكنت عينتك رئيس مجلس اداره الجدعنه. طب عشان تاخد مني بقى بضاعه طلعت تمضي لي يا حبيبي على الوصل ده. امضي وابصم بالعشره كمان، بس لايبني انت الاول على البضاعه اللي من يوم ما بعدت عني وانا مش عارفني. انا تهت مني، انا مش انا. طب اشوف جمال امضتك بس يا طلعت. عيني يا سيدي. ايه ده؟ ايه؟ 5000 جنيه؟ طب اقول لك، طب ما تلاقيني انت على الفرش التاني واخش لك انا على الوصل التاني. طب اطلع بس راجل وخلص الاولاني وانا اخش عليك بالتاني. انا عيوني ليك يا كبير. الفلوس دي لو ما جاتش بعد اسبوع عارف انا هعمل فيك ايه؟ رسالتك وصلت يا كبير. وريني الشاي. رسالتك وصلت يا كبير، وصل معاه الخير كله. عايز كام سكر؟ ها؟ في ايه يا بنت؟ تتصارين ولا ايه؟ خش جوه يلا. في ايه يا طالبة؟ طب خش جوه. عينيا. تسلم عينك. جاك قال عينك.